أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن القطاع المصرفي البحريني حقق نمواً نتيجة ارتفاع أسعار النفط وما ترتب عليها من زيادة في السيولة وسياسات الاقتصاد الكلي، إضافة إلى فعالية النظام الرقابي المتوافق مع المعايير الدولية والقوى العاملة المحلية الكفؤة. وقد أوضح فتوح أن كل هذه العوامل قد أدت إلى تدعيم مركز البحرين كمحور مصرفي إقليمي نجح في اجتذاب الكثير من المؤسسات المصرفية الأجنبية. وبحسب اتحاد المصارف العربية يحتل القطاع المصرفي البحريني المرتبة السابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، ويستحوذ على نحو 5.5% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي و 3.3% من ودائعه. وقد بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي حوالي 188 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، مسجلا نحو 0.5% عن نهاية العام 2017. أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1724 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 3 أكتوبر الجاري وتنتهي في 2 يناير من العام المقبل 2019. كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 4.18% مقارنة بسعر الفائدة 4.17% للإصدار السابق بتاريخ 26 من سبتمبر 2018. وقد بلغ معدل سعر الخصم 98.95%، وقد تم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.93%، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 131%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.1 مليار دينار. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام في تداولات اليوم بتراجع نسبته 0.41% مقفلا عند مستوى 1324 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات الاستثمار والخدمات والصناعة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 8.692 مليون سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 2,218,000 دينار تم تنفيذها من خلال 78 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة بنسبته 88.21% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ بالسوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7,997 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.14%. وبالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 5,007 نقاط بارتفاع بلغت نسبته 0.12%. أما سوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4,525 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.22%. عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا في قصر اليمامة بالرياض ناقش فيه الموضوعات الاقتصادية والتنموية. وقد استعرضت وزارة الاقتصاد والتخطيط عرضا تضمن التقرير الاقتصادي والتنموي للمملكة العربية السعودية لفترة الربع الثاني من العام الجاري،
وتناول العرض مؤشرات الاقتصاد الوطني والدولي والتطورات الأساسية في الاقتصاد الكلي، إلى جانب مؤشرات الناتج الإجمالي والأداء النقدي والمالي والأسواق المحلية والدولية وأسواق الطاقة وسوق العمل، إضافة إلى أبرز التوقعات الاقتصادية المستقبلية الاقتصادية بما يكفل قياس مدى التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج الاقتصادية المعتمدة وفعاليتها وآثارها. أظهرت بيانات شهر سبتمبر من مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني للإمارات توسعا ثابتا في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الربع الثالث من 2018. وارتفع المؤشر المركب الذي يعدل موسميا ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط من 55 نقطة في أغسطس إلى 55.3 نقاط في سبتمبر. وتحسنت تدفقات الأعمال الجديدة خلال شهر سبتمبر، وكان معدل النمو حادا وأعلى مما هو مسجل في شهر أغسطس. وكشفت بيانات الدراسة أن جزءا من زيادة النمو كان بسبب زيادة الطلب الأجنبي الذي ازداد للشهر السادس على التوالي. قال مصدر حكومي أردني إن السعودية والكويت والإمارات أودعت ما يزيد على مليار دولار في البنك المركزي الأردني، وتعهدت بدعم الميزانية بقيمة 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات في إطار حزمة قيمتها 2.5 مليار دولار لمساندة اقتصاد المملكة الذي يواجه صعوبات. وقال المصدر إن اتفاقا سيوقع في وقت لاحق سيعلن تفاصيل الحزمة البالغة 2.5 مليار دولار التي تعهدت الدول الثلاث بها في يونيو الماضي لمساعدة الأردن، وتتضمن الحزمة أيضا ضمانات ائتمان بقيمة 600 مليون دولار تقدمها الدول الخليجية لمساعدة الأردن على تدبير ائتمان بسعر رخيص من البنك الدولي وتمويل آخر لمشاريع ضرورية للبنية التحتية. وأضاف المصدر أن الكويت كانت البادئة بإيداع 500 مليون دولار في البنك المركزي، في حين وصلت 330 مليون دولار إضافية من السعودية. النشرة الاقتصادية مستمرة مشاهدينا من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. مجلة فوربس تقدر ثروة ترامب ب3.1 مليار دولار بعد تراجعه من قائمة الأثرياء بسبب توليه الرئاسة. تواصل عملة تركيا المحلية الهبوط لليوم الثالث على التوالي أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، مع تسارع التضخم لمستويات لم يشهدها في نحو 15 عاماً. وتسيطر الخسائر على عملة تركيا منذ بداية العام الحالي وسط مشاكل اقتصادية جمة تتمثل في التضخم المتسارع وعجز الحساب الجاري، إضافة لمخاوف بشأن تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان في السياسة النقدية للبلاد. وتنتشر حالة من القلق في صفوف المستثمرين تجاه الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث يعتبر مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أعلى من 10% لمدة 7 أرباع متتالية. غذت العودة الوشيكة للعقوبات الأمريكية على إيران والاختناقات التي تمنع الخام الأمريكي من الوصول إلى السوق موجة ارتفاع دفعت أسعار خام النفط القياسي لأعلى مستوى في 4 سنوات. ويراهن المتعاملون في النفط على أن الخام الأمريكي قد يرتفع إلى 100 دولار للبرميل بحلول العام المقبل، وهو مستوى كان كثيرون حتى وقت قريب يعتبرونه غير وارد نظرا للنمو القياسي للإنتاج الأمريكي والاستقرار النسبي للطلب العالمي. وسيرتفع عدد المراكز المفتوحة لخيار شراء خام غرب تكساس الأمريكي عند 100 دولار في ديسمبر 2019، وهي رهانات على أن العقود الآجلة ستبلغ ذلك السعر بنهاية 2019.
يبدو رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول متفائلا بشأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، ولكنه أعرب عن مخاوف قال ممازحا إنها تحرمه من النوم، وذكر من بين الأسئلة التي تراوده ما إذا كان التضخم سوف يتسارع أو أن معدلات الفوائد ستكون أعلى أو أدنى بما ينبغي أو مما ينبغي، وإذا كانت هناك مخاطر محدقة بأكبر اقتصاد في العالم. في المقابل لفت إلى أن نسبة البطالة متدنية جدا في حين أن التضخم معتدل، وتطرق إلى الأزمة المقبلة التي قد تحصل في المستقبل، فقال إنها ستكون مختلفة عن أزمة 2008 في غياب بوادر بلبلة مالية أو مشكلات في القطاع المصرفي، ورأى أنها قد تكون مشكلة مماثلة لهجوم إلكتروني وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس. عانت أسهم الأسواق الناشئة من أسوأ موجة بيعية منذ مارس الماضي خلال تعاملات اليوم بفعل قفزة الدولار الأمريكي لأعلى مستوى بستة أسابيع، وتعيش أصول الاقتصادات الناشئة ضغوطا ملحوظة بفعل قوة الورقة الأمريكية التي تعززت قيمتها منذ أواخر سبتمبر الماضي فضلا عن صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وتعتبر قوة الدولار بمثابة إشكالية بالنسبة لأصول الأسواق الناشئة بفعل ديونها المقومة بالعملة الأمريكية، حيث يصبح الاقتراض أكثر تكلفة، وبالتالي فإن أسهمها تصبح أقل رغبة للمستثمرين. كما تعتبر الموجة البيعية بأسهم الأسواق الناشئة اليوم هي ثالث أكبر موجة من نوعها في العام الحالي حتى الآن. خفض بنك جي بي مورغان نظرته المتفائلة بشأن سوق أسهم الصين بفعل احتمالات اندلاع حرب تجارية كاملة بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال محللو البنك في تقرير إن الصراع التجاري فقط هو ما سيتم تصعيده عبر تطبيق الولايات المتحدة الحد الأقصى للتعريفات على واردات الصين، فالدولار يقوى واليوان يضعف نقلا عن وكالة بلومبرغ. وتابع البنك أن حربا تجارية كاملة أصبحت الآن السيناريو الأساسي الجديد لعام 2019، وأنه ليس هناك إشارة واضحة بشأن تهدئة المواجهة بين الدولتين على المدى القصير. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. قدرت مجلة فوربس ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ب 3.1 مليار دولار، إلا أن تراجعه في قائمة الأكثر ثراء لأن توليه رئاسة البلاد أضر بعلامة ترامب التجارية. وانخفض ترتيب ترامب إلى 259 على قائمة أغنى 400 ملياردير في العالم بعد أن كان يحتل المرتبة 248 في 2017. وفي 2015 وهو العام الذي أعلن فيه ترامب نيته الترشح للرئاسة، قدرت فوربس ثروته ب 4.5 مليار دولار. وأوردت المجلة أنه رغم أن ترامب حقق معظم ثروته بوضع اسمه على مشاريع لا يملكها، إلا أن تحقيقاتها تشير إلى أن هذه الاستراتيجية أصبحت تأتي برد فعل عكسي.